السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا، الاشتراك في القناة، الإعجاب بالفيديو، تفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، وكل اللي احنا بنطلبه من حضرتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومهارة جديدة، وقناتكم صن ستايل فاشن، والمهندس أحمد شمس الدين يحييكم إخواتي وأخواتي، أبنائي وبناتي. كل اللي احنا بنطلبه من حضراتكم الدعم، الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس، الاعجاب بالفيديو شرط اساسي بنطلبه من حضراتكم. فضلا لا امرا، اذا كان المحتوى اللي احنا بنقدمه في نوع استفادة لحضراتكم، وان ما كانش اصلا في استفادة لحضراتكم، رجاء ان انتوا تكتبوا لنا ازاي ان احنا نقدر نحسن من نفسنا في المحتوى اللي احنا بنقدمه لحضراتكم، على اساس يبقى فيه نوع استفادة، ما يبقاش فيه نوع تضييع للوقت. الفستان اللي قدامي بعتيته احد الاخوات، وعايزة الموديل دوت يتفهم كويس ويتشرح عشان نشوف الموديل قدامي، نستعرضه كله زي ما بقول لحضراتكم، عشان نشوف الموديل كويس نستعرضه كله بنفس الشكل اللي هو قدام حضراتكم كده. الفستان ماكس للأرض، لو انا جبت الجزء العلوي منه، جزء امبير لغاية الحزام اللي هو موجود دوت اللي انا بشاور عليه بالماوس دي، ده حزام اللي هو تحتيه وصلة الامبير بالجيب التحتاني دوت والجزء العلوي. الجزء السفلي والكمام معمولين بليسي. معمولين ايه؟ بليسي. البليسي دوت 1 سنتي. البليسي ده 1 سنتي. البليسي عشان يتعمل صح، لو انا مش هعمل زي الفستان دوت، احنا ملاحظين حاجة ان اخر الفستان كورنيشة مش اخره البليسي نفسه. فالبليسي قبل ما بعمله ببقى واخد مثلا على سبيل المثال ان انا هعمل طول، هعمل الجيب ده كله بليسي، فببقى واخد الطول بتاعي ومظبطه واتني الحرف نفسه اللي انا بشاور عليه دوت، اعتبره ان هو دوت اللي تحت بالظبط، بتنيه الاول قبل ما اوديه للبليسي، بتنيه تانية رفيعة عشان اوديه للبليسي عشان يتني مع البليسي نفسه. ليه؟ على اساس ان البليسي دوت في حاجتين، اما ان انا عايزه يلم معايا. يعني ايه يلم معايا؟ يعني يلم الجسم معايا وينزل الموديل نفسه على ضيق من تحت، وتبقى البليسي دوت الوسع اللي فيه ذاتي. يعني ايه الوسع اللي فيه ذاتي؟ يبقى هو كده كده اوريدي البليسي واسع بالتانيات اللي هو معمولة فيه، لكن البليسي نازل مكوي لغاية تحت نازل، فبالتالي ما يعرضش معايا الجيبة من تحت. تمام كده؟ او ان انا بقى عايز ان البليسي دوت ينزل معايا منفوش، فمتنهوش الا لما اخلص الموديل نفسه. فبالتالي لما اجي اتنيه هيبقى ايه؟ البليسي نازل بنفس الكيفية اللي هو اللي قدام حضراتكم، ويجي من تحت مفتوح بناء على التانية اللي انا ايه عملتها له، فيديني ايه؟ نفشة من تحت وزيادة للفوليوم بتاع البليسي نفسه. النقطة ديت بس نفهمها مع بعض كويس، ان البليسي ليه حاجتين، اما ان انا عايزه يلم او اما ان انا عايزه ينفش. لو عايزه يلم مع واحدة مليانة، فبالتالي لازم اتني البليسي قبل ما اوديه التن، لان هو كده كده ما بيتعملش عندي، انا بوديه مكنة برة يتعمل، لان مكنة البليسي ديت حاجة كبيرة جدا وجهاز كبير قوي وفي تروس، وهو اللي بياخد القماش ويبدا يلفه جواه بنفس الشكل ده كده، ودرجه سخونيه عاليه جدا، فبالتالي دوت مش موجود الا في اماكن مخصصه لعمل البليسي ده.
والبليسيه مقاسات، البليسيه مقاسات، اما ان هو اصلا يبقى نص سنتي، اما ان هو يبقى سنتي، اما ان هو يبقى 2 سنتي وهكذا. واقصى حاجه فيه اللي انا شفته لغايه دلوقتي مكان منه اللي هو 3 سنتي، 3 سنتي. البليسيه اللي قدامي دوت سنتي، البليسيه اللي قدامي ايه سنتي، لان البليسيه النص سنتي دوت بيبقى ايه رفيع جدا، يتعمل لطرح مش يتعمل لجيب او حاجه زي كده، تمام. ولازم نبقى عارفين ان المتر معايا في البليسيه بيصفي على كام. يعني لو انا واخد متر بليسيه ببليسيه سنتي زي كده، اعرف كويس جدا ان المتر ده هيصفي معاك 35 سنتي، تمام. فانت لو عندك وسط مثلا عامل 80 سنتي، فبالتالي يبقى انت عايز قد ايه؟ عايز 2 متر ونص عشان يكفي الوسط ده. لان طبعا بالخبرة وبالتجربة احنا عارفين متر البليسيه يقفل معايا كام، لما اقفله يقفل معايا على كام؟ يقفل معايا على 35 سنتي، تمام. مش هيزيد عن كده، مش هيزيد عن كده، ممكن يقل لو انا ايه ضيقت المساحات معايا من فوق، لكن هو نهايته 35 سنتي معايا. فلما يبقى معايا قمر مثلا 40 سنتي، نص القمر يعني، فهو القمر كله توتالي 80، فيبقى انا عايز 2 متر ونص عشان يكفي معايا القمر ده، تمام. تمام كده. بالنسبه بقى نرجع للموديل اللي معانا، الجزء الفوقاني ما فيهوش حاجه خالص، البليسيه موجود في الكم وموجود فين؟ في الجيب بتاعته. وفي هنا هوت الوصله ما بين الاثنين دول، في استك لامم، في استك لامم، يبان لي من موديل تاني اهو، هو نفس الموديل، فالاستك هنا واضح جدا من غير ايه بقى؟ من غير الحزام، من غير الحزام الاستك واضح لي كده بالظبط. وواضح لي بقى في الموديل ده ايه؟ ان الكم كمان معمول له ايه حاجه زي ايه زي وصله، اللي هي بنفس الكلام ده كده، بتبقى عرض من 7 ل 10 سنتي حسب ما انا عايز او حسب ما انت عايزه. دوت بقى ايه، البليسيه موجود في الكم من فوق، مقفول اهو، مقفول عند الكم زي ما انا بشاور كده، الكم البليسيه مقفول، وينزل يتفتح بايه؟ بالوصله اللي هنا، ينزل يتفتح بالوصله هنا، فانا بقفل البليسيه من فوق ونازل ايه؟ مفتوح من تحت بالوصله اللي راكبه بنفس الكلام. نفس الكلام في ايه؟ في الجيبه بتاعت دوت، مقفوله اهي من ناحيه الوسط هنا اهو كده مقفوله، ونازله من تحت ايه؟ مقفوله مفتوحه بالايه؟ بالكورنيشه اللي راكبه، الكورنيشه اللي راكبه هي اللي ايه؟ فاتحه البليسيه من تحت بنفس الشكل ده كده. الكلام دوت لازم نبقى عارفينه. فانا على سبيل المثال لو واخد المقاس من هنا هوت مثلا هيصفي معايا على 45، يبقى انا عايز قد ايه؟ 45 يعني 90، يبقى انا عايز على الاقل وعايز 3 متر للجزء بتاع الجيبه ده، 3 متر عشان اعمله بالليسيه، تمام. و واقفل بيه الوسط دوت مع الامبير، واقفل بيه الوسط ده مع الامبير، واركب فيهم الاستك، هو ايه؟ هو اللي بيلم الكلام ده، تمام. طب المساحه بقى من هنا، من عند الوسط هنا هو كده لغايه تحت، المساحه دي قد ايه؟ المساحه دي من الوسط هنا لغايه تحت هيعمل كام؟ يعني على سبيل المثال لو انا معايا فستان كله توتالي طوله 145، ففوق ادي 42 او 42 او 43 نقول 42، فيتبقى معايا قد ايه تحت؟ 103، ماشي. ال 103 دول من ضمنهم قد ايه؟ من ضمنهم 25 سنتي كورنيشه كامله هي تحت. فنقول مثلا 105 نشيل منهم ايه؟ ال 25 اللي تحت ديت، فيبقى انا معايا كام؟ يبقى انا 105 اطرح منهم ال 25 دول، هيتبقى معايا قد ايه؟
يتبقى معايا 80. يبقى الحتة دي كده طولها قد ايه؟ اللي هي البليسيك جزء اللي بتاع الجيبة ده 80 سنتي. يعني انت هتاخده على كام؟ هاخده على 85 سنتي. اخده على كام؟ 85 سنتي. فيصف معايا ايه بالخياطات بتاعتي؟ صف التمانين. ماشي. طب انت عايز كام متر؟ قلت 3 متر. 3 متر. طب الكم بقى هطلعه منين؟ اقول لك لا، الكم بقى مش هنجيب له ايه بلسيك دي. التلاتة متر عرضهم كام؟ 150. خدهم زي ما هم، خدهم العرض 150. انت هتاخد منهم ال 80 سنتي او ال 85 سنتي بتوع الجيبه، وبقيه العرض اللي باقي من البلسيه دوت اطلع منه الكم، لان الكم دوت هيكون مثلا على سبيل المثال لو الكم دوت 65 سنتي، طلع منه قول مثلا 5 سنتي او 8 سنتي الجزء دوت، الباقي هعمل منه ايه؟ طول الكم كده. اقفل البلسيه وابدا اروح حاطط ضبعه الكم، قاصص ايه؟ الكم بنفس الشكل. كده انا اديتك الايه؟ الفستان دوت هياخد مني قد ايه؟ يبقى 3 متر الايه؟ للجيبه والكم. ماشي؟ عندك ايه تاني؟ عندك ادي 50 سنتي للصدر. 50 سنتي ايه؟ للصدر. يبقى دي 3 متر ونص. ماشي. 3 متر ونص وعندك 25 تحت، نقول 30. 30 ماشي. 30 في كام؟ 30 في على الاقل خالص هتبقى ديت تحت كام؟ 4 متر. يعني 30 في 4 متر تديني 120 سنتي. الكورنيشة دي 120 سنتي على فكرة، عشان ده كشكشها شوية وانا بركبها مع الايه؟ مع البليسي ده. يبقى كده اجمالي الفستان ده معايا 3 متر البليسي بتاع الكم والجيبة، ونص متر للايه؟ للصدر. تمام. و120 يبقى كام دلوقتي؟ 3 ونص. و120 يبقى 4. يبقى 5 متر الا ربع الفستان ده ياخد، القماش ده ياخد 5 متر الا ربع كاملين عشان يتعمل الفستان ده. كده الفستان بفضل الله عز وجل احنا شرحناه كاملا، شرحناه كاملا بكل ابعاده بكل اللي فيه. تمام. الامبير دوت هيتقص لوحده، وبعد كده اقفل البليسيه دوت بعد ما اعمله ويجيني واشيله من الورق بتاعه، لان البليسيه ده بيبقى جاي ملفوف في ورق. ماشي. اشيله من الورق دوت وابدا اقفل البليسيه من فوق. تمام. واركبه مع الامبير دوت، ويجي الاستك يقفل معايا الاثنين مع بعض. والكم هيطول بايه؟ بالجزء بتاع الكورنيشة اللي هنا، والجيبة نفسها تطول بإيه؟ بالجزئية اللي تحت هنا. ده كده الفستان كاملا بكل أبعاده بكل تفاصيله. بياخد مني قد إيه قماش؟ طبعا الأمبير دوت نرجع لأي فستان عندنا أصلا موجود على القناة هنشوفه، هنقصه نص الامبير دوت موجودين عندنا كده. تمام. طبعا مع ايه؟ انا واخد مثلا على سبيل المثال لو الصدر دوت معايا 100. تمام. يعني هو هيبقى كام؟ 112 اللي هو بايه؟ بالتلبيس بتاعه يبقى 28. ال 28 ديت هنزل بيها تحت هنا. سوري معلش، ال 28 ديت ده ربع الايه؟ ربع محيط الصدر. هنزل بيها على 25 من هنا. هنزل بيها على كام؟ 25. يعني الوسط ده هيبقى عامل معايا كام؟ 50 سنتي. ماشي. 50 و50 يبقى كام؟ يبقى 100. يبقى انا عايز زي ما قلت بالظبط ايه بعد كده. يبقى هو مصفي معايا على ايه؟ على 50. هركب معاه او اكشتر معاه الجزء البليسيه دوت، ويجي الاستيك هو اللي يلم ايه؟ الوسط ده كله معايا. يجي الاستيك هو اللي يلم الوسط ده كله معايا. الكم على سبيل المثال لو هو 65 سنتي، فانا معايا على سبيل المثال 5 هنا اللي هي بتاعت الكورنيشه، يبقى هو 60. يبقى انا هقص البليسيه ده على 63. اقفل البليسيه الاول واروح جايب الضبعه بتاعت الكم. الضبعه طبعا الناس فاهمانه احنا بنتكلم على ايه، اللي هو الباترون بتاع الكم، واروح حاطه عليه واروح قاصص عليه.
تمام؟ بعد ما اكون قفلت ايه البليسي من هنا، بعد ما اكون قفلت البليسي بالمكنه، تمام؟ يعني البليسي مش هقصه وهو مفرود، لا البليسي هيتقص وهو ايه وهو مقفول. وموديل تاني تقريبا، لا اول ده الانسب حاجه واضح فيها الموديل بالظبط الشكل ده، ماشي؟ البليسي متقفل وبعد كده مقصوص ايه الكم. ده كل الموديل اللي انا كنت عايز نقف مع بعض ونشوفه ونشرحه. ارجو ان انا اكون، فزي ما قلت لحضراتكم يعني، ارجو ان الاخت الفاضله ان احنا نكون وصلنا لها اللي هي عايزاه. لو في اي مشكله او اي حاجه مثلا تقدر تراسلنا على الواتس، على اساس ايه لو في اي حاجه نقدر ايه نوضحها لها ان شاء الله رب العالمين. واخر حاجه هقولها لحضراتكم، طلبنا ليكم الدعاء بظاهر الغيب، الشكر لله اولا واخيرا، لان احنا اصلا يعني ربنا اعلم ان احنا اصلا ان احنا ما نستاهلش الشكر دوت. الشكر لله اولا واخيرا. اي حاجه في اي موديل احنا تحت امر حضراتكم، ابعتوا لنا واحنا نقدر نوضح لكم اللي فيه. واخر حاجه الاعجاب بالفيديو مش هوصي حضراتكم عليه، على اساس ان احنا نقدر نوصله لاكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه. فزي ما حضرتك وحضرتك استفدت منه، يا ريت ان احنا اصلا ما نبخلش بالحاجه ديت على اساس نقدر نوصل لها للناس. واخر حاجه اقولها لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.